يعني بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، يعني التعادل غير مبرر، تعادل بلا اي اسباب فوق السهل، ضيعناه نقطتين يا رب ما نندم عليهم. يعني انا مش عايز اقلقكم، لكن اشوف راي ضيوف الكرام في الحاله الفنيه اللي زرع النادي الاهلي طوال المباراه خصوصا الشوط الثاني. برحب بيك كابتن وليد. حبيبي يا ميدو. برحب بيك كابتن سمير. حبيبي يا ميدو. يعني مش عارف بصراحه، مش عارف اقول ايه، يعني مش عارف. بص احنا رصدناها بين الشوطين بشكل كويس قوي. النادي الاهلي تحس ان الظروف المحيطه مؤثره بشكل كبير، يعني ظروف مباراه القطن الكاميروني. خلينا يعني احنا لعيبه كوره وقلنا الكلام ده، ويعني سبحان الله النتيجه بتؤكد ان كلامنا مظبوط. اللعيبه واضح جدا، اللعيبه والجهاز الفني متاثرين بالظروف المحيطه. مشاكل كتير في موضوع التصريحات. النادي الاهلي خسر نقطتين في مباراه القطن الكاميروني، تحس ان في تصريحات كده على لسان الكابتن حسام، تصريحات مضاده سواء لمجلس الاداره او مشكله في اللعيبه. تحس كده ان في النادي الاهلي داخل المباراه وهو مش مركز بنسبه 100%، ودي وضحت يعني، بانت على وش سعد سمير وهو في الهدف، باينه في على وش الكابتن حسام البدري نفسه. انا قلت لك احساسي ان اللعيبه مش داخله كده وهي يعني مبسوطه او سعيده، تحس كده ان في ضغوط، وده وارد في الكوره. خليني اقول لك ان انا بختلف معاك في حته انها مش، لا مش هتبقى مؤثره. النادي الاهلي هو بطل الدوري، ما تكون مؤثرة. لا مش هتكون مؤثره، يعني يعني هاكد لك ان النادي الاهلي يعني بنسبه تتعدى 90% هو بطل الدوري، ما فيهاش مشكله. بس اهم حاجه يعني في الفرق الكبيره برضو لازم تطلع من الحاله النفسيه السيئه اللي انت فيها بسرعه. وايه اللي جاب حاله سيئه اساسا؟ يعني ايه الحاله السيئه اساسا؟ انا بقول لك انا شايف الظروف، الظروف المحيطه اللي هي ايه؟ رقم واحد تعادل القطن، ادي واحد. اثنين مليون زناكو، مليون في المية، مليون في المية. التصريحات اللي صاحبت المباراة ما قبلها وما بعدها واضح ان هي مؤثرة بشكل او باخر. طب ليه التصريحات دي يا كابتن وليد؟ ما هو يعني خلاص بقى، انت عارف الاعلام والصحافة، والكابتن حسام كان عامل حوار كان قبليها تقريبا ب 10 ايام، فلما نزل بعد تعادل القطن فبدأت الناس تربط ان يعني كابتن حسام عنده عروض من دول خليجية، تربط ده بالتعادل، بالاجواء، مش عايزين ننكر ان موضوع الانتخابات برضه ممكن يلقي بظلاله على حال الفرقه. كان في كذا يعني واقعه شهيره بصور شهيره ان ممكن يكون في مشكله جوه النادي الاهلي. عايزين نقول ان النادي الاهلي لازم يطلع بره القصه دي خالص، بمعنى انه يركز كويس قوي في ان هو عنده مهمه، ثابتة، اللي هي فكرة ان انا بدور على بطولة افريقيا، بطولة عمر النادي الاهلي كده، بطولة الحلم. وما بطولة عمر النادي الاهلي بعيد عن كل الظروف وما فيهاش حاجة يا ميدو. لما الموضوع ياخد منك يومين ثلاثة او مباراة او مباراتين خلاص ما فيهاش مشكلة. بالزبط. اهم حاجة ايه بقى؟ الحلول. الحلول ان النادي الاهلي من النهاردة، لازم الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ يعالجوا الكلام ده. لازم انا اعالج اللعيبه نفسيا، اطلعهم بره. كنا بنتكلم انا وكمونه وياما كان في الاجيال بتاعتنا قلنا حتى اطلعهم من الحاله دي، اخرجهم، اعمل عشاء جماعي للعيبه، ادخلهم سينما، اعمل اوديهم مسرح، اطلع بره، اطلع بره الاحداث، الضغط اللي زي ما انت بتفق معاك فيه الغير مبرر. انا الاول على الدوري، مفيش حاجه لما تعادلت حتى لو مع الشرقيه مفيش مشكله، طالما اصلا كل الفرق بتفقد نقاط وفي الاخر انا الاقرب للدوري. الاول دلوقتي لغايه دلوقتي ب 12 نقطه بالظبط، في نفس التوقيت انت شغال في افريقيا، ان شاء الله تروح تعمل نتيجه ايجابيه مع القطن، فانت كل البطولات في ايدك، في الكاس واصل لمرحله كويسه قوي، انت ما عندكش اي مشكله. يعني انت المفروض احسن تيم في مصر، عندك 30 لعيب، عندك جهاز فني مستقر، عندك مجلس اداره موفر كل حاجه في الدنيا. فانا الفكره مش حاسس بالازمه. بالظبط. هي فين الازمه؟ يعني هي فين المشكله؟ ده السؤال يا كابتن سمير. لو انت شايف ان في ازمه، يعني وجوه لعيبه النادي الاهلي سعاد سمير ما فرحش، الكابتن حسام مش فرحان، الدنيا مكهربة، طب ايه السبب يا جماعه؟ يعني ايه السبب؟ هي مش ازمه، يمكن وليد غطى حاجات كتير قوي، وانت سالت سؤال مهم قوي. هي عايز اقول لك برضو بلغه الكوره ان هي حاله،
حاله الفرقه ممكن ماتش زناكو ما كنش موفق بعض الكور وضيعت فرص بتاثر عليك من النواحي الفنيه. النهارده نفس الشيء، ما خرجناش من الحاله بتاعت ماتش زناكو. يعني احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا لازم نفصل اللعيبه عن الكره شويه. زي ما يعني مهتم انا باللياقه الذهنيه شويه، وبنتكلم على الجانب النفسي، الجانب النفسي السيكولوجي والكلام ده، ما احنا درسناه كلنا، ما هو ده داخل جوه كره القدم، والكابتن حسام والجهاز الفني والطبي والاداري كله فاهم الكلام ده كويس. بس احنا لازم برضو نفصل يا جماعه. اللعيب برضو انت بقالك 10 شهور شغال مع الفرقه، ضغط عصبي عليك، بتلعب افريقيا وبتلعب دوري، لعيبه بتتعور، مش عارف بتتزنق هنا تحط ده هنا، يعني ضغط عصبي جامد جدا على الفرقه. فانا مع وليد في نقطه ان احنا لازم نفصل اللعيبه، واضح ان هي متنشنه شويه. بنتكلم كده لمصلحه النادي الاهلي وحبنا للنادي الاهلي، أكيد. احنا طبعا كلنا بنساند النادي الاهلي والكابتن حسام والجهاز الفني، انما بس احنا في حاله عايزين نعرف احنا هنخرج منها ازاي. فعشان كده احنا بنتناقش بعيد عن الفنيات، احنا مش عايزين، مع الفنيات احنا اتكلمنا قبل الماتش ما بين الشوطين وممكن نتكلم تاني دلوقتي. طب بس احنا عايزين حل لظروف الفرقه وحاله الفرقه البدنيه او الفنيه اللي هي فيها، ازاي نخرج. بنتكلم في حالات وحلول احنا مرنا بيها قبل كده، تمام. واتكلمت انا وليد في الاستراحه بقول له يعني المفروض الفرقه تعاشوا مع بعض مره، مع المهندس محمود طاهر، مع الكابتن حسام، في حد زعلان، في حد في حاجه، لان لما سعد جاب الجون الامور واضحه جدا يا جماعه للناس كلها، في زعل، في تكشيره، في هل في حد زعلان، في حد متضايق، احنا عايزين نعرف عشان نقدر كلنا نساعد النادي الاهلي. واحنا عندنا قناه زي قناه النادي الاهلي، احنا بالظبط بنوصل الحاله الامثل والاحسن، وبنحب تملي نساعد الفرقه ونبقى في ظهرهم، بالذات الكابتن حسام وجهازه، عشان نتمنى النادي الاهلي يبقى في المقدمه على طول ويحرز بطوله الدوري الفتره اللي جايه. حتى كابتن وليد، يعني عمرو جمال يعني جات له فرصه من ذهب، يعني وارد قوي ان هو ما يحطهاش طبعا بعد ان هو بعيد شويه، وارد هو، لكن هو تحس برضو يعني انا عايز اتكلم في امور فنيه مش عارف اتكلم فيها. ممكن نجيب لقطه الهدف يا جماعه اللي دخل في النادي الاهلي علشان نقيمه فنيا ونشوف الوقفه كانت ازاي، ونشوف الكم الدفاعي النادي الاهلي مع الكم الهجومي لفريق الشرقيه، اللي اعتقد ان هو يعني فريق متواضع فنيا قوي. يعني كابتن عماد النحاس يعني بيبذل قصاره جهده عشان يخلي فيه فريق للشرقيه او يخليهم فاضلين، وان شاء الله يفضلوا في الدوري ان شاء الله. لكن نشوف الهدف، نشوف عشان الكباتن يحل. لازم نقول للكابتن، دي لقطه الهدف، لازم نقول للكابتن عماد النحاس مبروك. اقفوا يا جماعه بقى عشان مبروك على النقطه، اشتغل بشكل كويس قوي، فضل محافظ على فرق الهدف، مش عايز يدخل الهدف الثاني فيه عشان المباراه ما تنتهيش. وبالفعل احنا طول، انت قلت لي على فكره هنتعادل، يعني انت كان عندك احساس، لان الهدف الثاني متاخر للدقيقه 82، فوارد في اي لحظه يجي هدف. بالزبط. وقد كان تغييره عفروتو رائعه، كل تغييراته هجوميه الكابتن عماد النحاس، تغيير عفروتو فرقت هنا، خط الدفاع وقف، معلش وقف هنا، يعني داخل جوه يا جماعه، خط الدفاع واقف غلط مبدئيا، يعني يرجع كمان بس هنا لازم بنشوف في كل الدول الاوروبيه، شايف الحكم واقف فين؟ اه بالظبط، خط الحكم ده لازم يبقى كل بالزبط. خط الدفاع عند رجل الكابتن بسيوني كده بالظبط، في بين اللونين الاخضر الفاتح والاخضر الغامق، او على الاقل تقدير يا كابتن وليد، 18 على الاقل بيرجع خطوتين، 18 برضه بيرجعوا، يعني على الاقل تقدير. في اوروبا كلها بيحصل ايه؟ انت المفروض تكون قريب من مستوى الكوره، لكن في الحاله دي انا بشوف برشلونه والريال كلهم هيقفوا على الخط الاخضر بالزبط. ويكون شريف اكرامي تقريبا على الستة ياردة، ويبتدي يعملوا له حاجة من اتنين، لو عفروتو شالها بالونة يبقى شريف إكرام هنا عنده مسافة كبيرة جدا يقدر يتعامل منها. لكن قبل ما عفروتو يحط رجله في الكورة، بص بقى كان فين، وهنا شريف خد خطوتين ثلاثة لقدام وحس ان هو غلطان فبدأ يرجعهم، فكان خلاص ولد من ناشئ النادي الاهلي فادي فريد اللي حطها بدماغه. طبعا النادي الاهلي يعني معلمه ومعوده ازاي الضربات الثابته وبيتعامل معاه كويس قوي، برضو زي ما قلت على عبد الله السعيد في كورنر اقول على عفروتو في الضربه الثابته، قويه وفيها دقه وعايزه لمسه واحده. الراجل طلع طبعا، كان لازم شريف يتعامل احسن من كده، الخطوتين اللي خدهم قدام وبدا يرجع
خلاص وانت بترد رجلك ما بتبقاش يعني بتبقى انبالانس يعني مش متوازن. شريف خد الخطوتين قدام حب يرجع كان الراجل فادي بيحط راسه فيها فبالتالي هدف برضو يسأل عنه خط الدفاع وشريف لان برضو يعني كرة ما تدخلش في النادي الاهلي خصوصا في دقيقة 82 ويحسب للكابتن عماد النحاس التكتيك بتاعه والعفروتو الدقة واللي فادي فريد ان هو تعامل معاه بشكل كويس قوي حس ان الكرة جامدة فزحلقها بس يعني خلاها تلمس راسه تمام فطبعا ده الهدف يعني ويحسب لعماد النحاس هدوء طبعا هدوء يا كابتن سمير بالرغم ان هو ما بينزل لكن هادي طبعا يعني المدرب بيمتاز بقى بالحاجات دي ان هو بهدوء اعصابه وهدوء اعصابه جاب جون في الاخر واللي جاب جون مين ابني من ابناء النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليه عاملين نربي في لعيبه ونعودهم وندربهم والكلام ده كله وده ابني من ابناء النادي كان عندي في الفرقه فرقه 97 من شباب النادي الاهلي بنطلع حوالي 8 لعيبه اعارتها كابتن وليد السنه دي في جميع الانديه منهم نصر ماهر وفادي فريد اثنين لعيبه مميزه عماد النحاس واخد 4 نقاط من نقطه من الاهلي وثلاث نقاط من الزمالك لا يعني مجتهد طبعا واحنا اتكلمنا عليه قبل الاستوديو و يعني فريق مكافح يعني بنبارك له على النقطه طبعا هو كان جاي مش عايز سيناريو النصر للتعدين قلنا اهي دي هجمه يعني ما تضيعش من عبد الله لكن اتعملت بشكل كويس بصراحه كتكتيك عملوها كويس قوي الراجل كوليبالي خد السردباك وراح على الطرف عبد الله اخترق في الحته بتاعت كوليبالي اللي هي الراس حربه حطها متهيألي محمد هاني بشكل رائع عبد الله حطها يعني سندها وحطها لكن يعني كان لازم يحطها في حته لكن تعامل معاه شكري بصراحه بشكل رائع عبد الله سندها كويس قوي بس شكري برضه تعامل معاه لكن شكري عنده ثبات انفعالي وتعامل معاه بشكل كويس قوي يعني يا كابتن وليد وبعدين بسيطة وسهلة ما انا عايز بسيطة احنا بس يعني الدنيا بسيطة فعلا بسيطة وسهلة احنا بنقول يا جماعة ما فيش مشكلة ما فيش أزمة يعني انا مش لاقيين سبب لكل التنشانة دي مش لاقيين سبب للأداء بصراحة في يعني ليه الدنيا كده يعني ليه الدنيا كده ليه كله زعلان وكله متضايق وانت لسه زي ما انت قلت في الأول وكابتن سمير قال احنا لسه أول الدوري 13 يعني 13 نقطة يعني فكرة فكرة التعامل النفسي ده كابتن عبد الحميد 12 نقطة فكرة التعامل النفسي محتاجة شغل كتير قوي من المدير الفني ومدير الكورة طبعا يعني كابتن سيد والكابتن حسام عليهم العبء الأكبر مع الجهاز طبعا الجهاز كله يعني حتى طارق سليمان مع شريف إكرامي مع أحمد عادل عبد المنعم مع الشناوي مع مسعد يعني محتاجة تعامل أهم حاجة أن الأمور ما تتسابش كده واضح أن الأمور اتسابت من مباراة زناكو لدلوقتي باين أن أنا عارف طبعا وعندي معلومات أن الكابتن حسام عمل اجتماع مع الفرقة اجتماعين كمان ورا بعض واجتماعات كانت مطولة لكن باين أن ممكن ما يبقاش بالكلام ممكن يعني زي ما اتفقنا احنا الثلاثة أن محتاج تخرج اللعيبة من المود اللي هم فيه ممكن أما أقعد أديهم محاضرة ساعة ساعتين ولازم نطلع من اللي احنا فيه ولازم نعمل في الاخر كلام بالزبط. بدون بالزبط. افعال بالزبط. فممكن اللعيب يبقى متاثر لكن بين الحاله النهارده تحس ان يعني مش دي حاله النادي الاهلي ولا الفنيه ولا البدنيه حتى ولا النفسيه خالص. فبالتالي اتمنى ان النادي الاهلي يخرج منها قادر النادي الاهلي على كده يقدر الكابتن حسام والكابتن سيد وبقيه الجهاز يطلعوا اللعيبه كويس قوي قوي ان النادي الاهلي عنده سفريه يعني كويس قوي ان الماتش اللي جاي مش هنا بره الاجواء لما بتختلف ويسافروا ويقعدوا في اوتيل في بلد مختلفه يقربوا من بعض جدا يعني فتره المعسكر دي هقول لك ان اللعيبه هتقرب من بعض جدا الامور متهيألي ان شاء الله هتكون احسن من كده يعني يعني كابتن سمير الاجهاد الذهني بيبقى اصعب اجهاد اصعب نوع من الاجهاد طبعا حضراتكم عارفين يعني الاجهاد الذهني ده قاتل للعيب الكورة قاتل لأي حاجة بصراحة يعني شايف ان في اجهاد ذهني اجهاد عصبي على اللعيبة انا بحاول يعني بحاول اجيب اسباب لا هو مش للدرجة يعني اللي انت متخيلها انما احنا بنتكلم يعني بلغة لعيبة الكورة بقى والمدربين او محبين للنادي الاهلي هي الفرقة حالة حالة الفرقة ماتش زناكو وماتش الشرقية من النواحي الفنية اقل بكتير قوي من الماتشات اللي فاتت. النواحي البدنيه برضو اقل شويه.
التركيز اقل شويه. لا هو بصراحه هو من يعني اسوء يعني اسوء مباراه للاهلي في الدور الثاني يعني. يعني النادي الاهلي كان بدا يقدم كره ممتعه، كان بدا يفوق، كان كل حاجه. يعني لما تيجي تتكلم على ماتش التعدين انا شايف ان الفرقتين قريبين من بعض يعني في الشكل بصراحه، لكن في حاجه انا عمال ادور عليها افتش في دماغكم ممكن تكونوا انتوا عندكم. ما انا بقول لك هي الاسباب اللي احنا قلناها، اللي احنا مش هنقدر تقول اكتر من كده. هي حاله وده طبيعي جدا مع البطل، لازم يتهاجم في الاعلام. احنا شفنا الهجوم اللي على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت على الكابتن حسام واللعيبه ومجلس الاداره ورئيس النادي، واتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها النهارده برضو، ان الفرقه برضو طول ما انت بطل بتتحارب، طول ما انت ناجح بتتحارب من الاعلام، من بعض الناس المنافسين ليك او او او، فكل دي عوامل برضو يعني بتتراجع شويه في الاداء الفني والبدني. فدي مشكله. مباراه زناكو خرجنا منها خرجنا على خير خلاص، قلنا هنظبط ونعمله. ففي مشكله هنا، لازم الفرقه تقرب من بعض بعيد عن الكوره. اكيد دي نقطه مهمه جدا. اكيد يعني حتى لو المقصه كسب الاتحاد بكره كابتن وليد هيبقى في فرق 9 نقاط. لا ما بص، امور الدوري النادي الاهلي عودنا دايما، ده احنا كنا قبل كده يعني يبقى فرق 6 أو 7 نقاط ومن اول الدور الثاني وانت بتبقى مطمن جدا ان النادي الاهلي يحسم بطوله الدوري. المشكله مش دي واحده عايزين نقف عندها، لان دي واحده بس هي وعبد الله السعيد. هنا انت قطعت الكوره، اقف بقى هنا، اقف بالظبط بالظبط. لا ارجع بالزبط. عايزين نرجع والراجل معلش يا احمد عارف تتعاوي شويه في الرجوع والحاجات دي، ارجع شويه وهو مع الكوره اجايه تصرفه الصح كان المفروض يبقى ايه. بس هنا اقف بس هنا انا لازم يبقى عندي احساس، هل الراجل اللي جاي من ورايا ده عبد الله السعيد بينادي ولا ما بيناديش؟ وخلاص ضرب بسرعته الراجل، انا اصبر عليه شويه واطلع عبد الله السعيد يروح بانفراد. لكن انا النهارده لما بباصيها لكوليبالي، طب ما هو نفس الموقف، ما كوليبالي معاه سردباك، فهنا انا ما عملتش حاجه، انا ما فقدت ميزه ان انا بلعب 3 على 2 زي كابتن وليد. بس هو كوليبالي هنا اقرب من عبد الله السعيد سن، عشان كده اجاي لعبها له. لو شفت لا كابتن سمير الحركه اللي ماشيها شويه، معلش انا مش عايز، ده اقرب للجون هنا من عبد الله كان لسه. لو استنيت لو استنيت لا انت لا ما لا انا بقول لك على الاقرب للجون مين، عبد الله كان ورا وكلوبالي ناحيه اليمين. ماشي مظبوط، بس انا اقصد ايه، احنا بقى بنحس اللعيبه المهاجمين انا في فرق بين ان انا اباصي لزميلي وهو معاه مان، وفي فرق بين ان انا اروح اودي زميلي انفراد. يعني بص اقف الكادر ده حلو قوي، احنا كام هنا على كام؟ 3 على 2. طيب 3 على 2. طب انت هنا لما بصيتها لكوليبالي فقدت ميزه انك 3 على 2، لان انت اديتها لكوليبالي مع المعتصم. لو بعدين عايز اقول لك على حاجه كمان يا كابتن وليد، ده من ابسط تدريبات الكوره اكيد الكابتن حسام بيعملها 50 مره اللي هو 3 على 2. ما هي دي بتبقى انا كلاعب كوره بحس ان في لعيب جاي من ظهري، يعني دي حاله من الحالات السهله. كان يقدر حتى عبد الله هيزعل فيها جدا وهيعمل بايده حركه ان انا ايه يا جماعه انا فاضي. فبرضه النادي الاهلي ضيع، التضييع ده بيخليك انت على طول، طول ما النتيجه 1-0 انت الجيم لسه الفرقه بتلعب بامل وبتلعب بباور عالي وبحماس شديد. بالزبط. اول ما بتجيب الهدف الثاني خصوصا في المباريات اللي المفروض الريتم بتاعها يعني مش زمالك مش اسماعيلي، هنتكلم مثلا عن نصر التعدين، بنتكلم على الداخليه، على اسوان، على الشرقيه، على طنطا، لما بتجيب الهدف الثاني الدنيا بتبقى صعبه عليهم قوي قوي، بتبقى المساله بتقتل الموضوع، بتخلص المباراه. فبالتالي يعني النادي الاهلي فرط النهارده، ده في واحده في الدقيقه تقريبا اللي احنا طلبناها 78 ايوه، الهجمه دي كمان جميله يعني الاهلي عملها بشكل كويس قوي، لكن التفنيش بتاعها او الفينشنج على الجون ما كانش كويس. يعني يلا يلا يا احمد نروح نشوف عماد النحاس قال ايه بعد المباراه مع زميلنا كريم احمد. اتفضل. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد عقب بانتهاء مباراه النادي الاهلي والشرقيه بالتعادل طبعا الايجابي بنتيجه 1-1، اكيد معانا كابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي الشرقيه. بنهنيك طبعا بشكل كبير يا كابتن عماد النهارده على الاداء، ظروفكم صعبه شويه لكن خلاص، يمكن الظروف بالنسبه لكم كل مباراه عندكم اكيد امل وعندكم دوافع، لكن تحضيرك النهارده كان لمباراه النادي الاهلي، هل كنت متوقع اداء النادي الاهلي النهارده بالمنظر ده ولا لا؟ في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا بحيي لعيبتي وبشكرهم على المجهود اللي اتبذل، ونتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي طبعا، نادي كبير بطل الدوري، متصدر الدوري ب 74 بونت، احنا اخر الدوري 19 بونت، المسافه طبعا اكيد بعيده، والامكانيات والقدرات اللي في الملعب اكيد برضو في فروقات كبيره في الملعب. قدرنا الحمد لله احنا من خلال التنظيم والالتزام اللي كان موجود في الملعب بدايه من الشوط الاولاني، يمكن الهدف في اخر المباراه في الدقيقه 45 من ضربه ركنيه،
قدرنا الحمد لله برضو ان احنا بين الشوطين نكلم اللعيبه. برضو المباراه 1-0 لسه ما خلصتش، ما تحاولش ان انت تيجي في الجون تاني. انا عارف ان النادي الاهلي في الفتره دي ضغط مباريات مع مباريات افريقيا مع اجهاد اللاعبين، ده واضح جدا على اداء النادي الاهلي في الثلاث اربع مباريات اللي فاتوا. انا بقول الحمد لله يعني ان احنا ناخد بونت من النادي الاهلي. يمكن الفرق اللي زينا اللي في اخر الجدول ماتشاتها مع النادي الاهلي ما بتبقاش في الحسابات، فانا بقول بونت ان شاء الله يساعدنا في الفتره اللي جايه. النهارده وصلنا 20 بونت، ولكن احنا كان عندنا يعني امل في ربنا سبحانه وتعالى ان المكسب طبعا هو اللي يقدر ينقذنا من اللي احنا فيه يعني. فعندنا خمس مباريات اصعب من بعض، اتمنى اللعيبه يكونوا بنفس الروح والحماس اللي كانوا عليها النهارده والتركيز اللي كان عليه اللعيبه النهارده، والتوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. استوليكش المؤتمر الصحفي، انا بشكرك وبشكر طبعا قناتنا قناه النادي الاهلي وبحييكم وبقول ان شاء الله النادي الاهلي في افريقيا يقدر يرجع مره ثانيه ويكون بطل افريقيا ان شاء الله. شكرا. كل الشكر طبعا للكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق نادي الشرقيه، اكيد كان عنده طبعا طموحات كبيره النهارده في هذه المباراه. النادي الاهلي النهارده فقد نقطتين مهمين جدا، لكن اكيد لسه مشوار طويل في بطوله الدوري العام، وخلاص الصفحه دي يمكن هتتقفل بالنسبه لبطوله الدوري العام، وهيبقى في تركيز كبير في مباراه القطن الكاميروني. مستمرين معاك كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد في خلال لحظات هيكون معانا لقاءات خاصه هنا من استاد السلام. يعني شكرا كريم، شكرا كابتن عماد. نفس الكلام بالظبط الكباتن قالوه، كابتن وليد قال ان عماد النحاس لسه 1-0 يعني لسه المباراه ما انتهتش، ممكن يخطف جول في اي ثانيه. عماد النحاس اهلاوي عنده خبره، مخضرم جدا، قال لك انا عارف النادي الاهلي مجهد، كمان غير ان هو مجهد بدنيا مجهد ذهنيا في التفكير في البطوله الافريقيه، في التفكير في الدوري، في التفكير في البطوله العربيه، عشان كده هو لعب المباراه للاخر وقدر يطلع المباراه باللي هو عايزه. نفس الكلام بالظبط، يعني بص احنا بنقول كلام هو دخل بين الشوطين قاله، قال يا جماعه حاولوا تحافظوا على فرق الهدف، ما يجيش فينا الجون الثاني. لو جه في الشرقيه الجون الثاني المباراه بتكاد تكون يعني خلاص راحت للنادي الاهلي، وده احنا بنشوفه في مباريات كتير قوي. متهيألي ما فيش ولا حاله في الدوري خلال 28 مباراه ما فيش مرة الأهلي تقدم 2-0 وتعادل، تهيألي ما حصلتش، يعني حتى في مباراة الاتحاد السكندري كان الأهلي 1-0 وبعدين 1-1 وبعدين 2-1 للاتحاد وبعدين الأهلي عاد 2-2، لكن ما فيش مباراة في الدوري الأهلي بقى 2 والفريق الثاني رجع بهدفين ما حصلتش. فبالتالي دي بقى مشكلة النادي الأهلي. الحتة اللي اتكلم عليها كابتن سمير كمونة في الأول اللي هي ضياع الفرص السهلة، أنت طول ما أنت 1-0 وأنت عمال تضيع 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 اكيد ممكن تستقبل، حتى لو من نهايه من اخر الجدول، حتى لو من اخر الجدول تمام. حتى لو من اقل فريق جاب حتى لو من اقل فريق جاب اهداف حتى وانت كلين شيت 22 مباراه واقل فريق داخل فيها هي الكوره كده علمتنا كده. دي اكيد طول ما انت تضيع وانت تقدر تخلص المباراه وبلغه الكوره كده تذبح الجيم انت المباراة. ما عملتش الكلام ده، فطبعا مشكله عند النادي الاهلي بالظبط. يعني شوفوا يا جماعه، يعني كلامي ممكن يضايقكم لكن انا لازم اتكلم، لازم تقف ورا النادي، هو ده وقت الجماهير مش وقت اي حد، يعني وقتكم اكتر كمان من وقت الجهاز الفني كابتن حسام وكابتن سيد زي ما الكباتن بيقولوا، لكن ده وقت الجماهير. ننسى اي حاجه بقى، وخلي بالكم ان كابتن حسام اللعيبه كل اللعيبه بتقرا كل حاجه انتوا بتكتبوها في اي مكان بتقولوها في اي مكان. اللعيب بني ادم، مش مبررات اللي انا بقولها دي، مش مبررات، انا بقول المفروض نعمل كده، ده وقت الجماهير تحديدا، وانتوا وراه في الحلوه والمره دايما بتقولوا ان انتوا معاه، فخليكم معاه. نطلع فاصل ونرجع نتكلم في فنيات هذا اللقاء.